أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالمتابعين في أحضان الطبيعة. اليوم يوم السبت، يوم صراحة جميل والجو أجمل من أمس. درجة حرارة تقريبا 21-22 درجة مئوية. واليوم السبت طبعا إجازة، ما في شغل في أمريكا، فمعظم الناس أو الطلاب في المدارس بكونوا معطلين. فدحين كنت عم بعمل شوية تمارين، عم بمشي شوية، بعمل شوية هرولة شوية مشي. جو صراحة جميل وممتع، مبدع في نفس الوقت. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. صباح يوم السبت، الجو صراحة يعني ممتع جدا جدا ممتع. طبعا معظم الناس في الوقت يوم السبت أو يوم الأحد في أمريكا بكون عندهم عطلة، معظم الناس بتلاقوهم بالبارك بتمشون، مدارس مقفلة، الحياة صراحة هنا ممتعة. كل ما عن الكلمة أعملكم نظرة كده لفة صغيرة. حياة جميلة البلد، الجو جميل والهواء بيلعب. جو جدا جميل اليوم، خرج السباحة. معظم الناس في الوقت ده طبعا موجودين في البارك. جو رائع. إذا ملاحظين شدة الهواء، شوف المدينة كيف تلعب. شجرة كبيرة عادي أنا جالس تحتها. في هنا زي بنك يقعد على الناس يسووا بيكنيك، زي بصراحة ممتع جدا ممتع جدا الجو. إن شاء الله بس نشوف كيف بعد ما نسافر المملكة نرجع على أشغالنا. حبيت أعملكم فيديو صغير هذا، وصباح يوم السبت، إن شاء الله تكونوا بخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.